سيدي جمال حمودي، او السؤال الاول تفضلت به، السؤال الثاني: هل سنرى مصطفى غربال يدير مباراة نصف نهائي على سبيل المثال، وتسبق لك ان ادت 4 مباريات في 2018؟ أول شيء نتكلموا على تكلم الأخ معك على التكنولوجيا اللي دخلت في كأس العالم. هي في بعض الأحيان تكون منصفة وفي بعض الأحيان ما تكونش عادلة. علاش؟ لما نشوف ضربة الجزاء اللي أعلنت على البرتغال، وكانت ضربة الجزاء يعني قاسية ما كانت موجودة بالنسبة للبرتغال، ولما نشوف اليوم ضربة الجزاء اللي لم تعلن على المنتخب القطري واللي كانت 100% صحيحة ولم تعلن، رغم هذا ففي كلتا الحالتين لم يرجع الحكام إلى تقنية الفار. فهنا نقول بأن هناك خلل ما في تقنية الفار في كأس العالم، هناك خلل ما. هذا أول شيء. ثاني شيء، لما نرجع للوقت، الاتحاد الدولي أو لجنة التحكيم على مستوى الاتحاد الدولي درسوا بأن هناك تضييع الوقت كثير. في بعض الأحيان المباريات من 90 دقيقة يلعبوا 80 دقيقة إلى 75 دقيقة بتضييع الوقت، سواء في ما يخص تسجيل الأهداف، فرحة بتسجيل الأهداف، أو كذلك فيما يخص الإصابات وغير ذلك. نظن الاتحاد الدولي عمل في كل هدف هناك دقيقة ونصف، دقيقة ونصف لكل هدف، يعني إذا تسجلوا 5 أهداف فلازم عندنا في كل سبعة هدف دقايق ونص. تحسب دقيقة ونصف في كل هدف. خمس أهداف تحسب، يعني ما تضربها في خمسة، دقيقة ونص في سبعة خمسة، دقايق ونص. وتزيد عليها كذلك، تضيف كذلك عليها تبديلات، وتضيف عليها كذلك الوقت تاع الإصابات، يعني التبديلات والإصابات. لهذا رانا نشوفوا اليوم بأن الوقت راه تقريبا كل المباريات راه أكثر من 8 دقائق، وهذا هو الوقت الحقيقي اللي لازم يكون في المباراة واللي لازم يلعبوه اللاعبين أثناء المباراة. نظن من المستقبل راح نشوفوا بأن هذا اليوم راهي تجربة في كأس العالم، والاتحاد الدولي مازال ما رسمش هذا القرار في قوانين اللعبة. أنا نظن اليوم راهي تجربة، مستقبلا راح تكون شيء رسمي في كل على كل المستوى على كل المنافسات. السؤال الثاني كذلك، وهو في بالنسبة لمصطفى غربال. نظن مصطفى غربال اليوم أدى مباراة جيدة، يعني لازم يمشي مباراة بمباراة، لازم يمشي مباراة بمباراة. كذلك لازم الشيء اللي لازم كذلك يعمل عليه، وهو أنه يشوف الفارق ما بينه وبين الاوروبيين والامريكيين، ويزيد يعمل عليه يحسن اكثر باش يكون احسن منهم في الفورمه وفي المردود. وانا نظن باللي يمشي كاس العالم مباراه بمباراه راح يلحق حتى لما لا حتى النصف النهائي او الرتبه الثالثه او النهائي لما لا. واضح، شكرا جزيلا لك جمال حمودي على كل هذه التوضيحات.